السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. ناس كتيرة من اللي موجودة في روسيا من العرب عايز يدرس وهو ممكن سنه كبير شوية، ولما أنا بقول للناس يا جماعة اتعلموا، خدوا أي مؤهل يدخلك سوق العمل الروسي ويعلمك اللغة أحسن شوية، فالناس يقول لك لا لا يا عم الكلام ده مش ليا، لا لا الناس اللي لسه صغيره. بقول له حضرتك عندك كام سنه؟ يعني كبير شويه. ايوه يقول لي فوق ال 30. ايوه كام يعني؟ يقول لي 37 سنه. طب اقول له طب ما انت ممكن تدرس ان شاء الله عندك 40. وهكرر لكم تاني، مره رحت مع واحد في سان بيترسبورغ كان عايز يدرس مجال معين من الحاجات الادبيه، قال لي اي حاجه تعلمني اللغه، اي مجال، يبقى معايا شهاده في البلد دي بس كده، ما بقاش محرج يعني، وانا عايش في البلد وانا بشتغل وانا وانا وانا، ويحسن من شغلي وكل حاجه. فالمهم رحنا الجامعه، ف طلبوا الباسبور وبتاع ورينا، فقال لهم مكسوف بقى، وبيقول لهم اصل انا كبير شويه وانا واقف اضحك. فالموظفه ست كبيره كده وتخينه وقاعده على كرسي ضخم، فبتقول له ايه يعني عندك كام سنه وريني كده. فالمهم بتشوف كده، فقالت له ايه ده عندك، كان ساعتها مش فاكر عنده كام سنه، 34 35 36 حاجه كده. فقالت ايه ده، ايه لسه صغير، ده احنا عندنا هنا ناس عندها 43 سنه. فده بس ايه للحقيقه والواقع. دي حاجه. فناس كتيره بيقولوا لي مثلا ايه، احنا كلمنا جامعه وقالوا بص للبكالوريوس ماكسيمم 28 سنه، وللماجستير ماكسيمم 35 سنه. فطبعا قال لك انا عندي 37 سنه، يبقى باي باي ما فيش بقى. والدكتوراه يقول لك مثلا، او مثلا الماجستير 32 والدكتوراه 35 36 حاجه زي كده. المهم قال لك انا كده خلاص باي باي، انا مش ليه خلاص. فقلت له ده بعض الجامعات بتعمل الموضوع ده، لان ده منطبق على المنح، الناس اللي تقدم المنح بيبقى فيها فعلا ليميت، لكن حضرتك داخل بفلوسك فما انتش منحه. بعض الموظفات مش عارفين، بعض الجامعات فعلا عندها رول يقول لك لا مش عايزين ناس كبيره. بعض احنا هنا في صحن مسجد قول شريف، ف نحترم المكان. لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقالوا ان في ناس هنا ما بتحترمش المكان ولابسين عريان. طيب خلينا، وهو المنظر كده الفيو احلى. ما يهمكش من السن، 80% من جامعات روسيا، خلينا نقعد عادي بقى، 80% من جامعات روسيا ممكن دبور ولا نحل، ممكن تدرس في سن كبير ان شاء الله عندك 45 سنه. ما تستتقلش الموضوع، يقول لك اصل بقى بص اصل ما عنديش وقت. احنا مش كلنا قلنا من شويه مشكلتك الكذا؟ يقول لك لا بص هو ممكن اوفر الوقت بس اصل معيش الكاش. يا اخي انت كنت مشكلتك السن، قلت لك السن مش مشكله، قلت لي الوقت، قلت لك الوقت، قلت لي لا اصل اصل الفلوس. اقول لك انت ممكن لو واخد الجنسيه الروسيه ممكن تاخد اصلا قرض، علشان قرض غير مردود، حد قرض ببلاش دي برضو معلومة، ممكن تاخد لحد 250 ألف بلبل تدرس بيهم، أو تعمل مشروع صغير تقدم بس إيه، تقول إن أنا ما عنديش مقدرة أو ما عنديش دخل أو دخلي ضعيف، فتقدر إن أنت إيه تدرس على حساب الدولة. في مساعي كتيرة وطرق كتيرة وخصومات كتيرة للناس اللي عايزة تدرس في روسيا. التعليم الجامعي عليه عروض كتير، وممكن لو دفعت بدري بيديك خصم برضه، ففي حاجات كتيره ممكن تساعدك على التعليم ده. طبعا لو انت معاك اللغه الروسيه، لو معاكش قصدي الجنسيه الروسيه، لو معاكش الجنسيه الروسيه الموضوع هيتصعب شويه، او هيبقى هتدفع المبلغ زي ما هو، بس مش هتغلب، لان في حاجات كتيره اقل اهميه من الدراسه في روسيا، وحضرتك بتلاقي الفلوس وبتدفع وبتدبرها وبتدفع وبتخلص المصلحه. فاعتبرها يا اخي غرامه عليك ولازم تدفعها، حاجه فعلا دي هتصنع مستقبلك. يقول لك مستقبلي ايه يا باشا، ده انا عندي حاجه 40 سنه وخلاص، يعني رجلي والقبر. رجلك والقبر ايه؟ متوسط الناس اللي في حالاتك يعني، او في البشريه، يعيشوا في المتوسط 60 سنه، يعني من 40 ل 60 20 سنه يا راجل. يقول لك وضيع منهم 5 6 سنين في الدراسه، مع على اساس انه هيكعبل له سنتين ثلاثه بسبب ان هو مشغول في الشغل وكده، مش هيتخرج في الاربع سنين او في الخمس سنين بس. فماشي، بس عندك 15 سنه تانيين بقى، يعني ما تقعدش بقى تطلع الحاجه في الحاجه، اسعى يا اخي ان شاء الله خد سنه واحده سنتين انت اولى بيهم. اي سنين دراسه ان شاء الله، معهد سنتين زي ما قلت لك، في معهد سنتين، في معهد ثلاث سنين، تدخلك بس في اي صنعه، اي حاجه محترمه، اي حاجه هتتعلمها
هيكون بالتأكيد أحسن من اللي حضرتك شغاله دلوقتي، سواء بتاع دليفري، سواء تاكسيست على أوبر ولا ياندكس ولا بتاع، أو سواء تكون شغال في مطعم أو بتمسح الأرض أو 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 شغال فواعلي. كل الصنايع اللي انت ملكش علاقة بيها دي وعمال تعملها وتشتغلها وجايب لك فتافيت ومش ومكفياك بالعافية، أي وظيفة تاخدها من ورا التعليم هتجيب لك فلوس التعليم وأبو التعليم وأم التعليم. يعني يا خيو يا زلمي ما إلك حجة، حجتك فارغة، مالها مكان، مالها معنى. خلاص كلامي خلص. يا رب تكون المعلومة مفيدة. أيا كان سنك تتعلم، أيا كان ظروفك تتعلم، أيا كانت وظيفتك ودخلك برضو هتتعلم غصبا عن اللي جابوك، هتتعلم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نراكم على خير وفي خير، دوما في حفظ الله وفي أمان الله. السلام عليكم.